بس خلونا النهارده نبتدي كلامنا بحديث الساعه اللي طبعا كل جماهير كره القدم المصريه متابعينه بصفه عامه وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص، وهو تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري العام للمره ال 43 في تاريخه، وبطبيعه الحال اصداء بقى البطوله الخامسه في الموسم الحالي مع كولر اللي الحقيقه وصل مع الفريق لمنصات التتويج بدل المره 5 مرات، واهمها بطبيعه الحال في ناس كتير بتشوف ان دي المره الاهم على الاطلاق، النجمه ال 11 والفوز بدوري ابطال افريقيا من قلب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء طبعا على حساب غريمه الوداد. حقيقي يعني متابعه افراح جماهير النادي الاهلي بالتتويج بالدرع امر مبهج جدا، يا رب يكون دايما جمهور النادي الاهلي في حالاته السعيده يعني اسعد حالاته على الاطلاق، وده اللي بيعمله النادي الاهلي معانا الحقيقه كجماهير، بيفرحنا دايما وبيشرفنا دايما، وبنشوف طبعا احتفالات الجماهير من مختلف الاعمار. مباراه القمه بكره ان شاء الله امام الزمالك بتيجي بعد تتويج الاهلي بدرع الدوري، وهتكون اول مباراه من الخمس مباريات المتبقيه للفريق. طبعا النادي الاهلي واخدها باهتمام شديد جدا بطبيعه الحال، وعارف كويس قوي ان جمهوره بيعتبر هذه المباراه هي مباراه قمه ليها طابع شديد الخصوصيه زي ما دايما بنقول، واكيد مستنيين ان شاء الله مردود ايجابي منها ومستنيين الفوز باذن الرحمن. بص المشهد اصلا اللي انت شايفه دلوقتي عامل ازاي مهيب، يعني اعتقد ده يكون اكبر دافع مفروض ان شاء الله للفريق وكل فرد في الفريق ان هو يبقى عنده دايما كده يعني حاجه زي محرك ان هو لازم يكون في هدف معين، الناس دي كلها لازم نفرحها، الناس دي اللي بتروح من قبل المباراه كمان بخمس وست ساعات طبعا يا كريم بس طبعا هدفها ان هي تبقى موجوده، وخلي بالك هما بيبقوا فرحانين، يعني القصه ما بتبقاش حاجه شقاء بالنسبه لهم او غيره، لا صحيح. اول ما بيكون في يعني سماح لدخول الجماهير كل الناس تقريبا بتروح تحديدا كمان طبعا في الدرجه الثالثه. وهو مازن بيقول عايز تيشيرت معلول. ناس جميله جدا، ده ناس بتشوفنا احنا في الشارع تطلب تيشيرتات النادي الاهلي، ما بالك طبعا ده اقل وعلى رايك من كل الاعمار فعلا دي حقيقة. اطفال وشباب وكبار حاجه عظيمه جدا.